انا هقول لك على مطعم سوري هتروحه مش هتندم ابدا، اكله تشبعك وطعم هيعجبك. مطعم نبع الطيبات السوري. دخلنا مطعم الطيبات لقيناه فعلا مطعم الطيبات، اسم على مسمى. المطعم حلو جدا، الاكل جميل جدا جدا، كل حاجة هناك منظمة، كل الناس عاملة الاحترازات الامنية بما اننا في مصيف ولازم ناخد بالنا كويس قوي. ايوة يا جماعة، بالمناسبة خدوا بالكم، خدوا بالكم في المصايف من بعض، بلاش نبقى جنب بعض، يا ريت يبقى فيه تباعد بينا. ما تنسوش الكمامة، مش هنقول لكم ما تصيفوش، بس خلوا بالكم من صحتكم ومن صحة اهاليكم. المهم نرجع تاني ونروح مطعم الطيبات او نبع الطيبات. رحنا هناك وقابلنا صاحب المكان، انسان محترم جدا، بشوش، مجتهد جدا. لاحظنا عليه ان هو طول ما هو واقف رايح جاي بيتابع كل حاجة، كل حاجة تحت نظره. انا من ساعة لما دخلت المطعم لغاية ما خرجت حقيقي الراجل ده ما قعدش، لانه انسان مجتهد وعلى قد اجتهاده فعلا في نجاح، وقريب جدا هيفتح فرع كلنا يعني لازم نستناه، وان شاء الله كاميرا ولاد بلدي تكون معاه في الافتتاح الجديد. مش هتكلم كتير، هو الاكل هناك ليه مذاق خاص جدا، وكل المصيفين لما هيروحوا نبع الطيبات هيشوفوا قد ايه الاكل تحفة وطعم خطير، وكل حاجة هناك بتتكلم عن نفسها. يلا بينا نروح نبع الطيبات. علي ياسين حريري ابو ياسين، سلسله مطاعم نبع الطيبات تقريبا من 30 سنه. طبعا اول حاجه العنايه الشخصيه او النظافه الشخصيه، الاهتمام بالمعقمات ونظافه المكان، سياسه التباعد بين الطلب ذات مثلا، او مثلا نسبه الاستيعاب تكون اقل من 50% في الصالات، في القاعات المفتوحه اللي هي مثلا القاعه المفتوحه اللي قدام المكان تكون في نسبه تباعد بين الترابيزات عشان المكان مفتوح، نسبه اقل من 50% في القاعتين المغلقتين بتوع المطعم. والله الحمد لله رب العالمين، احنا اول ما جينا فتحنا من مده طويله تقريبا 2013، اجمالا الشعب الشقيق المصري بيحب الاكل السوري بشكل عام. احنا تميزنا في شغلنا احنا كمشويات، انا متميز في المشويات، مشويات طبعا من سوريا، نحن اختصاصنا من ابا عن جد، انا اخواتي اصحاب مطاعم، يعني مش مثلا جديد في المهنه، انا قديم في المهنه، اخواتي حتى ابويا اخواتي التانيين كلهم اصحاب مهنه. احنا بنتميز في المشويات، في الاكل اللحوم المشويات، الشاورما، الكباب، الشعف اللي هو عنده عندكم الكباب، الكفته اللي هي عندنا احنا الكباب، مشويات بشكل عام. المقبلات برضه بانواعها، التبوله، الفتوش، الكبيبه، الحمص اللي هو المسبحه، البابا غنوج، المقبلات الشاميه بشكل عام نحن متميزين فيها برضه. والله اجمالا الشعب المصري ذواق في كل الاكل بشكل عام، بس كان اقبال شديد، يعني بيحبوا المطاعم السوريه، نظافه، في اعتناء في الاكل، في اهتمام انه صاحب المطعم السوري بيختار اللحمه بعنايه، بيختار مثلا نوعيه الفروجه والفراخ بعنايه، يعني الخضار تبقى بعنايه، في نظافه، وكان في اقبال شديد من ناحيه المستهلك المصري تجاه المطاعم السوريه بشكل عام. والله قلت لك انا في البدايه بحب اختار الاختيار الصح في المنتج الصح، مثلا انا ما بختارش ما بشتغلش بالفراخ المستورد نهائيا. احنا فراخنا بتيجي مجزر فريش كل يوم بيوم، الشاورما بتيجي مجزر برضه فريش كل يوم، اختيار نوعيه اللحوم الطازجه حصرا ما بنشتغلش في الحاجات، يعني لازم تختار نوعيه اللحم الضاني، المرعى بتاع الخروف، الخضار اللي بتستخدمها ايه، في نوع في او في استنقاء للماده الاوليه، في عنايه بموضوع المشتريات يعني، واقل من متناول الجميع حتى، يعني احنا لو لاحظتي المنيو موجود حتلاحظي انه اسعار مش كمصيف سياحي انه والله لازم تكون الاسعار عاليه،
انت لو دخلت على المنيو هتلاقي اسعار اقل من اسعار المدينه حتى. شرف كبير لي يعني انه الناس تشكر في محلي واكون يعني في مستوى المطلوب يعني او على